في عام 2016 وبينما كنا ننعم بالحياة السعيدة في بيوتنا مات جوعا في بلادنا 4 نساء. نعم جوعا، 4 نساء و4 أطفال ورجل، ليكون مجموعهم 9 وصمات عار على جبين كل واحد منا. كان ذلك في مدينة بنغازي في حي قنفودة تحديدا. ماتوا جوعا في بلاد يتقاضى عضو البرلمان فيها الذي يسمي فبراير نكبة والذي يفخر بأنه ابن عصر الجماهير، يتقاضى ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الشباب في قنفودة فتية آمنوا بربهم وكفروا بالطاغوت، تحصنوا في أزقة قنفودة إثر تحصنهم بالله. يقول واحدهم لنفسه: مكانك تحمدي أو تستريحي. Human Rights Watch في 2 نوفمبر عام 2016 قالت إنهم 120 أسرة، فيهم مئات الأطفال لا طعام لهم ولا كهرباء ولا رعاية صحية، في ظل قصف متواصل من ميليشيات المجرم حفتر ومسانديه. أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها وقلقها كالعادة، وطالبت المنظمة ميليشيات الكرامة بالسماح بخروج الأطفال والنساء، لكن المجرمين رأوا أن الأطفال والنساء دواعش كما قال سفيههم ذات خسران. وأبصر عالم جليل بعين بصيرته أن المعركة هنالك، وأن مناصرة هذه العصبة واجبة، وأنها تدفع على البلاد بلاء كثيرا. فلم يلتفت لرأيه، وطالما كرر المعركة في بنغازي، ولكن أنى لهم ببصيرته، وكأني بلسان حاله اليوم أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. أكلوا خشاش الأرض وشربوا ماء ملوثا، ونحن ننعم بحياتنا غافلين. وفي يوم ربيعي من أيام مارس خرجت دفعات من العائلات تحت وابر من رصاص ميليشيات الكرامة، فأبيدت أسر بأكملها، وقتل نساء وأطفال وشيوخ، وأسرت فتيات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نبشت القبور وانتهكت حرمة الجثث اللي بنتهم سمحة. أحزاب إسلامية وشخصيات حسبت على الثورة باعوا هؤلاء، والواقع أن لا علاقة لهم بالثورة، والواقع أن علاقتهم بالثورة والإسلام كما قال حسان: لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام. كان دورنا الذي غفلنا عنه نصرة هؤلاء المبجلين الذين دمثوا درب الحرية لاحبا، وفردسوا بساتين العزة والمجد، وسلكوا سبل البطولة قددا، مقتفين أثر حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن رواحة وعز الدين القسام وعمر المختار، ومن قبلهم يحيى بن زكريا عليهم السلام. فنعمت الطريق وحسن أولئك منارات يهتدى بها في لجة الواقع اللجب. إن حيوات هؤلاء الأبطال كأنما كانت ثمن لحياتنا، فصعدوا لنعيش ورحلوا لنبقى. كأنما أحمد شوقي أبصرهم بعين قريحته حين كتب: ففي القتلى لأجيال حياة، وفي الأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. هم درر في تاج البطولة ولا آلئ في مفرق التاريخ، هم أوسمة على صدر الوطن، لا بد أن نجلهم وساما وساما.